هيدي املاك عامه بدنا نطلب اذن تنزع على الملك العام، هي ما بتصير محل. تحرك اليوم عم بيحكي بالتحديد عن التعديات من تحوم لكفر عبيدة للبترون تحديداً، ولكن التعديات أو حملة الدفاع عن الشاطئ اللبناني بلشناها من زمان. عدد كبير من المواطنين والمواطنات يلي بيعرفوا إنه هالبحر حقهم. يلا حنمشي عند فرانسوا بركيز، تفضل قدامي. كمان الشط يكون متاح لكل الناس لتوصل له، الوصول للشط هو شيء اساسي، حق اساسي لكل الناس. هذا الشيء للاسف مش موجود، والاضافه انه كلفه النقل صارت كبيره، وهذا الشيء اساسي كمان لاهالي المناطق تقدر توصل لشطوط اللي حدها. اوكي، نحن هون اليوم على اول تعدي مستجد بكفر عبيده، يلي هو التعدي من مالكه العقار الموجود هون، السيدة الصحفية الإعلامية راغدة درغان. حلوة نشدد إنه من بعد الحرب كمية التعديات صارت أكثر من أيام الحرب، يعني أيام الحرب كان في أمر واقع وإلى آخره، كمية التعديات من بعد الحرب صارت أكثر. عم نقول لا، في كثير تعديات قبل الـ 94 وبعد الـ 94، ولكن اليوم بشهرين ثلاثة أو أربعة عم بيصير في تعديات بطريقة وقحة مخيفة، ليل نهار عم بيتم الشغل، بس ليه؟ لأنه يعني إذا كنا معتبرين في دولة قبل بشوي، اليوم معتبرين ما في دولة بالمرة الجماعة، وعم يشتغلوا وأخدين حماياتهم وما حدا بيقرب صوبهم. وين المحافظ؟ وين القائم مقام؟ وين رفع الشواطئ؟ سبحان الله، كل هو منهم شايفين؟ كلهم هو ما حدا شايفين؟ يعني هيدي المشاريع اللي عم بتكون هون اليوم من منطقة تحوم لمنطقة كفر عبيدة مدروز درز، اليوم عم تقدم الشاطئ اللبناني وعم تاخده لغايات خاصة، وعم بيصير يتحول من عام إلى خاص، عدا عن الضرر البيئي، عدا عن الضرر السياحي، عدا عن الضرر الاقتصادي والضرر الاجتماعي لأولاد المنطقة. شط أبو علي بكفر عبيدة، اسمه شط أبو علي. كنا ننزل من ميت إيد الشمال، إذا بنطلع على الشط على الشمال في درج، كنا ننزل من هيدا الدرج كل حياتنا الى ان شيء 10 سنين او اقل شوي، فجاه بنجي بنلاقي في بوابه وفي تصوينه، واذا بتشوفوا بقايا التصوينه هي مثبته على الطريق العام، يعني غير قانونيه. طبعا هولي نموذج عن كل لبنان، يعني احنا مش بتحوم بس لتحوم، كل لبنان هيك الوضع. يجب على المسؤولين من وزارة أشغال لوزارة بيئة لمحافظين وقائم مقامين ومفرز الشواطئ ورؤساء البلديات يحسوا شوي مع حقوق الناس، مش كتير حقوق الناس، ويستعيدوا الشط ليرجع ملك عام لكل الناس.